الصلع والثعلبة من أكبر المشاكل التي تواجه الناس وخصوصا الرجال، وكثير منا بتساءل هل فعلا في علاجات أو أدوية ممكن تعالج هالموضوع وتعيد نمو الشعر؟ وإذا فعلا فيه فأي من هاي الأدوية أو هاي العلاجات صحيحة وأي منها مغشوشة وكاذبة؟ وهو ما سوف نوضحه الآن من خلال النظر إلى العلاجات المثبتة علميا لعلاج الصلع. كثير ناس بتحكي أنا لا أريد دواء مصنع لعلاج الصلع، هل في علاجات طبيعية بديلة عن الأدوية؟ للجواب على هالسؤال لازم بالأول ندرك أنه الصلع هي عملية طبيعية جدا، وحتى الأشخاص اللي عايشين حياة صحية وسليمة إذا كانت جيناتهم مبرمجة أنها توقف نمو الشعر كلما زادوا بالعمر فسوف يصابون بالصلع. ولكي نوقف هذه البرمجة أو هذه العملية لازم نسبح عكس التيار ونحاربها حتى لو كانت طبيعية. وعلى الرغم من وجود العديد من شركات الأدوية والمكملات الغذائية والتي تدعي بأن منتجاتها قادرة على معالجة الصلع، لكن العلم وراءها غالبا ما يكون محل شك أو كذب. دراسات متعددة أظهرت أن هذه المنتجات لا تساعد في علاج الصلع إلا إذا كان فعلا في نقص سواء في فيتامين معين أو في الحديد مثلا ويوفره هذا المنتج. لكن في أغلب الأحيان الأشخاص الطبيعيين والذين يمارسون نمط حياة صحي لا يوجد لديهم نقص في أي من هذه الأمور، ومع ذلك يصابون بالصلع. هنالك أيضا أنواع من منتجات الشامبو والتي تدعي بأنها تعالج الصلع والتي غالبا ما تحتوي على السالت بالميتو، البلميط المنشاري، الكافيين، ومضاد فطريات اسمه الكيتو كونازول. وهي الإدعاءات كانت مبنية على تجارب ضعيفة وعلى عدد قليل من الناس، وهو ما يجعلها غير مضمونة أو بمعنى آخر حكي فاضي. وهذه التجارب على الأغلب لم تحتوي على قياسات صحيحة وعامة لنمو الشعر أو إشراف رسمي وصحيح، ولهذا السبب فإن هذه المنتجات لم ترتقي لتصبح علاج رسمي ومعروف لعلاج الصلع. وإذا كنت حاب تجرب هاي المنتجات فلا تتوقع نتائج عظيمة. في المقابل هنالك أمر يقوم به الكثير من الرجال يشرع عندهم الصلع. فحسب دراسات رقابية عديدة الرجال المدخنين يبدأ عندهم الصلع بشكل مبكر في الحياة بالمقارنة مع غير المدخنين. طيب خلينا ندخل بالمهم ونحكي عن العلاجات اللي فعلا مثبتة علميا ومجربة بطريقة صحيحة لمحاربة الصلع. السبب العلمي للصلع الوراثي هو أن بصيلات الشعر تصبح أصغر وأصغر تدريجيا حتى تموت، وعندما تبدأ بصيلات الشعر بالموت سوف تترك وراءها فراغات في فروة الشعر. هلا في عنا طريقتين لعلاج الصلع. اولا الهير لوس ستابيلايزرز او ما يعرف بمثبتات تساقط الشعر، واللي بتمنع بصيلات الشعر من الموت، وعند بعض الرجال اعادة نمو الشعر من خلال تحويل بصيلات الشعر الصغيرة الى بصيلات كبيرة. والعلاج الثاني هو استبدال الشعر، او بمعنى اخر زراعة بصيلات شعر في المناطق التي ماتت فيها البصيلات القديمة. هلا بالنسبة لمثبتات الشعر فاكثر نوعين معروفين منها والاكثر استخداما هما المينوكسيدل والفيناستيرايد. يفضل استخدام كلا هذين العلاجين في المراحل المبكرة من الصلع وتساقط الشعر لكي تمنع تساقط وموت بصيلات الشعر، اي في المراحل التي يبدا فيها الرجال برؤية فروة الرأس او الصلع بشكل واضح. وعند حصول هذا الأمر هذا يعني بأن 50% من بصيلات الشعر قد تساقطت بالفعل. المينوكسيدل يأتي على هيئتين رغوة وسائل، ويتم وضعه على فروة الرأس مرتين في اليوم، ويقوم بالحفاظ على بصيلات الشعر من التساقط والموت من خلال إطالة مراحل نموهم. أكثر من 99% من المينوكسيدل يبقى على فروة الرأس عند وضعه من دون أن يمتصه مجرى الدم، مما يجعله آمن مع بعض الأعراض الجانبية وهي الحكة وإحمرار الجلد، والتي يمكن تقليله من خلال استخدام الهيئة ذات الرغوة بدلا من السائل. المينوكسيد الفعال للكثير لكن ليس لكل الرجال، فهو يعيد النمو للشعر لحوالي 15% من الرجال ويوقف الصلع بحوالي الثلثين، أي بمعنى آخر وللأسف أن ثلث كامل من الرجال سوف يختبرون استمرارية في تساقط الشعر على الرغم من استخدام المينوكسيد. هناك أمرين يثيروا القلق لدى الرجال عند استخدام المينوكسيدل وخصوصا في الشهور الأولى من العلاج، وهي أن الشعر يبدأ بالتساقط بسرعة مما يجعل المينوكسيدل يبدو وكأنه يسرع تساقط الشعر بدلا من علاجه. ولكن زيادة تساقط الشعر هذا يحصل لأن بصيلات الشعر تحولت من حالة الراحة إلى حالة النمو، ولهذا السبب يجب استخدام المينوكسيدل على الأقل لستة أشهر قبل الحكم عليه ما إذا كان فعال أم لا. وثاني أمر العلاج يجب أن يستمر على المدى الطويل. تذكر أن بيولوجية الصلع هي الأمر الطبيعي الذي سوف يقوم به الجسم، ولإيقاف هذا الأمر العلاج على المدى الطويل ضروري، وإلا فإن الجسم سوف يقوم بما هو طبيعي للأشخاص الذين لديهم بيولوجية الصلع. والآن فلننتقل للفيناستيرايد، وهو النوع الآخر من مثبتات الشعر إلى جانب المينوكسيدل. الفيناستيرايد يوقف الأنزيم الذي يحول التستاسترون إلى هرمون الـ DHT والذي يسبب سقوط الشعر، وكاستجابة فإن هرمون الـ DHT سوف ينخفض بينما التستاسترون سوف يرتفع قليلا، وهو أمر مهم لمنع حدوث الصلع ونمو الشعر. الفيناستيرايد يعتبر أكثر فاعلية من المينوكسيدل كعلاج لتساقط الشعر، فهو يعيد نمو الشعر لثلثين من الرجال ويمنع تساقط الشعر لكل الرجال تقريبا.
وبالمجمل فعالية الفيناسترايد هي 99 لكل 100 شخص، أي شخص واحد من 100 شخص لن ينفع معه الفيناسترايد، ويجب أخذه على مدار سنتين كاملتين لرؤية فعاليته الكاملة، كما هو الحال في المينوكسيدل يجب أن يستمر على المدى الطويل لكي تحافظ على فوائده. الجرعة العادية من الفيناسترايد هي 1 ملغرام، وتأتي على شكل قرص كالأدوية العادية وتأخذ مرة في اليوم. على الرغم من أنه أكثر فعالية من المينوكسيدل، إلا أن قلق الرجال الوحيد منه يكمن في أعراضه الجانبية، وبالأخص المتعلقة بالوظائف الجنسية، وهالموضوع يشمل الضعف الجنسي، فقدان الرغبة ومشاكل أخرى. أحسن معلومة وصلتنا عن أعراض الجانبية المتعلقة بالوظائف الجنسية هي دراسة أجريت في عام 2010، حينها قاموا بجمع 12 تجربة عشوائية والتي قارنت بين الفيناسترايد وعلاج وهمي والمعروف بالبلاسيبو. وفي مجموعة البلاسيبو 3 من أصل 100 رجل أخبروا عن أعراض جانبية جنسية، ومجموعة الفيناسترايد 5 فقط من أصل 100. إذن ما هي الخلاصة من هذا الموضوع؟ الخلاصة تقول بأنه على الرغم من قصص الفيناسترايد وتأثيره على الوظائف الجنسية وعلى المدى الطويل أيضا، فهي قصص غير شائعة كثيرا وقد تكون نادرة جدا. ولكن رغم هالاحتمالات كلها، فالموضوع برجع للشخص نفسه بأن يقرر أن فوائده تفوق هذه الاحتمالات والأعراض الجانبية، وبالاعتماد على مقدار استيائه وعدم رضاه بالصلع ورغبته بالتخلص منه. هلا في نقاش حول ما إذا كان بالإمكان تقليل جرعة الفيناسترايد لتخفيف خطر الأعراض الجانبية أكثر. على سبيل المثال، بعض الخبراء قد يصفون جرعة الفيناسترايد 1 ملغرام على 3 أيام في الأسبوع، وقد تعتبر هذه وصفة عشوائية، ولكن هنالك بعض الدراسات التي تدعم هذا الموضوع. الدراسات التجريبية للفيناسترايد أظهرت أن الرجال الذين تناولوا 5 ملغرام من العلاج في اليوم الواحد شهدوا نمو كبير في الشعر، ودراسة تابعة أظهرت أن نتائج تناول 1 ملغرام من العلاج يوميا كانت قريبة من 5. وتبعا لهذا الموضوع تم تقرير أن 1 ملغرام هي كمية مثالية من الفيناسترايد يوميا. ولكن الأمر الذي لا يتم ذكره كثيرا هو أن الرجال الذين تناولوا 2 بالعشرة فقط من العلاج يوميا شهدوا أيضا نمو كبير في الشعر، لكن ليس بالكمية التي شهدها الذين تناولوا ملغرام كامل. والخلاصة من هذا الموضوع هي أن الرجال القلقين بخصوص الأعراض الجانبية للفيناسترايد يمكنهم أخذ جرعة صغيرة منه تصل إلى 2 بالعشرة، وبالتالي تقليل المخاطرة. ويفضل عند أخذ خطوة مثل هذه، وخصوصا في موضوع الكمية المناسبة من الجرعات، مراجعة الأمر مع أخصائي تساقط الشعر للتأكد من حصولك على النصيحة الصحيحة لمرحلتك. يمكن يخطر عبالك السؤال التالي: لماذا لا نخلط المينوكسيدل مع الفيناسترايد للحصول على نتائج أفضل؟ وهو بالضبط ما تم وصفه للرجال الذين يعانون من سقوط شديد في الشعر، فالجمع بينهما يمكن فعليا أن يؤدي لنتائج ممتازة وأفضل من العلاج بواحد فقط. لكن ماذا بالنسبة للرجال الذي فاتهم القطار، أي بمعنى آخر وصل الصلع لديهم لمراحل متقدمة؟ للأسف لا يوجد علاج يستطيع إعادة نمو بصيلات الشعر الميتة. الخيارين الوحيدين لاستبدال الشعر هما زراعة الشعر ومنتجات التمويه مثل الباروكة وغيرها. بالنسبة لزراعة الشعر، فإن المبدأ وراءها ذكي جدا. كما نعلم فإن الثعلبة تترك وراءها القليل من الشعر حوالي الأذنان وخلف الرأس، وهذا الشعر يعتبر وراثيا مرن ومقاوم لعملية الصلع، وهذا سبب صموده. زراعة الشعر تستفيد من هذا الأمر من خلال أخذ بصيلات الشعر من خلف الرأس ووضعها في مناطق الصلع. قد يبدو الأمر بسيط، لكنه يحتاج جراحة دقيقة وجراح ماهر. في العادة يتم جمع جراحة الشعر مع الفيناسترايد أو المينوكسيدل للحماية من تساقط الشعر. الخيار الآخر للأشخاص الذين لا يريدون الجراحة هي باستخدام منتجات الشعر التمويهية والتي تخفي الصلع، وبتشمل منتجات الرش أو الباروك، وقد يوفر نتائج عظيمة. مع التقدم العلمي يتم استحداث طرق جديدة لمعالجة الصلع مثل جلسات الليزر وغيرها، واللي إذا حابين نحكي عنهم احكولنا تحت بالتعليقات. وإذا استفدت من المقطع اعمل لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى ما يفوتك أي موضوع جديد بخص صحتك. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وشكرا لكم.